يمكن كمان زي ما قلنا امبارح ان الاعمال الانشائيه في فرع تحديدا مدينه نصر تتضمن الانتهاء من الجراج اللي هتكون مساحته على 33000 متر، ده تقريبا يعني ما يسع حوالي هنا بنتكلم يعني 1000 سياره. الجراج هيتم استخدامه خلال 6 اشهر بحد اقصى، وهيكون جاهز ان شاء الله لاستقبال سيارات الاعضاء، وبكده يكون مجلس الاداره بصراحه يعني حل المشكله المزمنه الموجوده بقالها سنوات طويله جدا بسبب عدم وجود اماكن للركنه من ناحيه شارع حسن المأمون او شارع الطاقه. المشكلة دي خلينا نقول أو زي ما ذكرنا امبارح وزي ما كلنا الأعضاء عارفين هي من حوالي 10 ل 15 سنة، ونعتقد كده إن الجراج ده بقى نقدر نقول إنه هيخلص أو هيحل خلاص أزمة كبيرة جدا، خاصة إن مساحته زي ما قلنا كبيرة 30000 متر وأكتر. واشتملت هنا كمان خليني أقول لحضراتكم الجولة التفقدية متابعة ملف الملاعب الجديدة وسور النادي ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان أيضا على سير العمل في الملف الإنشائي بشأن هنا أو بشكل عام بفرع مدينة نصر.